السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا في وقفات. الحلقة 30، عاشوراء، سياسة أم دين؟ قبل أن أبدأ أريد أن أعتذر للمشاهدين والمتابعين لهذه القناة عن تأخري لرفع حلقات وقفات ووقفات بلس، وهذا لما يجري عندنا من أحداث في أستراليا والتي تطلبت مني أن أكون معهم هناك، لكنني أعدكم أننا سنبقى على تواصل أسبوعي كما كنا من قبل إن شاء الله تعالى. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وأنا أسجل هذه الحلقة في يوم عاشوراء لسنة 1442 للهجرة. ماذا يعني عاشوراء للمسلمين؟ الحقيقة أن هذا التاريخ يعني للمسلمين الفرقة ليس الوحدة. قد يستغرب أحدنا ويقول كيف ذلك؟ نعم، إن عاشوراء بيان حقيقة الفرقة التي بيننا أو فينا نحن المسلمين، أي أن عاشوراء يفصل المسلمين إلى طائفتين وإلى مجموعتين وإلى فرقتين، وهما الشيعة من جهة والسنة من جهة. فعاشوراء بالنسبة للطائفتين والمجموعتين والمذهبين بالنسبة لهما حدث مهم جدا. فبالنسبة للشيعة فهو يوم مقتل الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم جلل يقوم فيه إخواننا الشيعة بتذكر ذلك اليوم وإحيائه بما يحيونه من عادات وطقوس إلى غير ذلك. وبالنسبة لإخواننا السنة فهو يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، أو كما تقول بعض الروايات فيه نجى الله تعالى إبراهيم من النار، ونوح يوم طفت به السفينة على الجودي. فبالنسبة للشيعة هو يوم إحياء مقتل الحسين، وبالنسبة للسنة هو يوم تذكر ما كان في عهد الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أين نقف أو أين يقف أتباع الأنبياء والمرسلين؟ مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ أنا هنا أخاطب العقل المسلم النير الذي يبحث عن الحقيقة. فإن كنت من الشيعة المتعصبين فأنت ستقف مع ما يقوله أو ما تقوله الطائفة الشيعية، وإن كنت من المتعصبين للطائفة السنية فإنك ستقف معهم مهما قيل لك من بيان وإثبات. لكن المسلم العاقل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويدرك ما يجري بين السطور يعلم أن الأمر فيه علامة استفهام كبيرة. كيف ليوم حدد تاريخه أن تفترق الأمة بين طائفتين، طائفة تنوح وتبكي وتندب حظها، وطائفة تحتفل وترجو في ذلك اليوم غفران سنة قابلة وسنة ماضية؟ كيف لهذا أن يقبل وكيف لهذا أن يكون دين؟ هناك ما وراء الأكمة. إن صحت الروايات أن مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين عليه الصلاة والسلام ومقتل أهله وبناته وأزواجه في ذلك اليوم، فإن هذا الأمر من أعظم مصائب هذه الأمة. وأنا الحقيقة أستغرب استغراب الباحث عن الحقيقة أن جمهور المسلمين أي معظمهم وهم أهل السنة لا يولون لهذا الحدث أي اهتمام في هذا اليوم، بل ينصب اهتمامهم فقط بصيام ذلك اليوم وإدراك أجره كما ذكر في الحديث، لكنهم يديرون وجههم تماما وظهورهم عن الحقيقة التي كان يجب أن تذكر على المنابر وفي الخطب والدروس، وهو مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وسيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين.
فإن كان هذا الحدث ليس بتلك الأهمية عند المسلمين فماذا سيكون؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم في أهل بيتي خيرا، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترة بيتي. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآله وبيته وأبنائه وأصباته خيرا، ولكن الشيطان وأهله سبقوا عقول وقلوب الظالمين فاستجرأوا على قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل قوم صالح بقتل الناقة وهم يعلمون أنها آية من آيات الله، فكان عذابهم ومصابهم كما كان عذاب ومصاب هذه الأمة في قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسؤالي لإخوتي من أهل السنة: كيف لكم أن تصوموا هذا اليوم إحياء لنجاة موسى عليه الصلاة والسلام، ولا تستذكرون في هذا اليوم مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحقيقة أمر عجب. وفيما يتعلق بموضوع عاشوراء كذلك، فقد جاءت الروايات فيه متضاربة بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه قبل هجرته إلى المدينة، ولما جاء المدينة وجد اليهود يصومونه فسأل عن ذلك، فقال: ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه. ثم بعد ذلك رفع فرضية الصيام وأصبحت سنة أو نافلة على من أراد. ويأتي حديث آخر ويقول: فإن بقيت لقابل صمت اليوم الذي بعده واليوم الذي قبله. الحقيقة هناك اضطراب كبير في الأحاديث، ويرفع هنا السؤال الحقيقي: لما هذا التضارب الكثير في الأحاديث؟ ولما هذه الروايات التي تنحو كل منها نحوا معين، قد يستقيم بعضها وقد لا يستقيم بعضها؟ فلذلك أدعو إخوتي من أهل السنة أن يعيدوا نظرتهم لمسألة عاشوراء بالتدقيق والبحث والتقصي الحقيقي فيما جرى من أحاديث في هذه المسألة، حتى يستبصر المؤمن بما يفعل وبمن يقتدي. أخي وأختي، الحقيقة نقولها أن عاشوراء هو موعد سياسي بحت، بل تاريخ سياسي تختلف عليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيعة نصبوا راية الولاية أو الولاية لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغلوا في ذلك ومضوا إلى أبعد حد. والسنة رفعوا في هذا اليوم راية إنكار ما حدث لابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم ذكره تماما وكأن شيئا لم يحدث، وفرطوا في حق ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناته وأزواجه الذين قتلوا غدرا وظلما ولم يقتص لهم لحد يومنا هذا. فأقول أن هذا اليوم هو يوم سياسي بحت، أما أن يلبس بالدين ويلبس بما جاء في الأحاديث من هذه الطائفة أو تلك الطائفة، فهذا يحتاج إلى نظر كل واحد منا حتى يكون على بصيرة. أنا لا أهاجم الشيعة ولا أهاجم السنة، لكنني أقول للإنصاف أن هذا الموعد هو موعد بين غال ومفرط، بين من غلا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المطلب حقا، وبين من فرط في حق بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدار ظهره لهم. ألقاكم في الحلقة القادمة ومع لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.